غادرنا في الساعات الأولى من اليوم السبت 15 من مايو الجاري الممثل والمخرج والكاتب حمد عمور، وهو ممثل من طينة الممثلين الكبار الذين ساهموا في تأسيس المسرح المغربي في بواكر الأزمان، حين كان شغف التمثيل والهوس به هو ما يقود جيل المؤسسين، حين امتزج الفن بالنضال في بداية استقلال المغرب. حماد عمور بصوته الاستثنائي يمكن أن تتعرف عليه دون أن تراه بعباراته الشهيرة طا طا طني أمبرك، شخصية كاريزمية طبعت ذاكرة المغاربة لعقود، من موالد مدينة فاس عام 1930. بدايته كانت كشبيهتها مع بداية الرواد المؤسسين مع مسرح الهوات، حيث بزغ نجمه في أداء دور النادل سنة 1948 في مسرحية أنا القاتل، وهو مؤسس فرقة المنار بمدينة الدار البيضاء سنة 1951، ويعد هذا النجم من أساطير الفن المغربي، حيث وصل عدد أفلامه ومسلسلاته إلى أزيد من 580 عمل فني، كما قدم برنامج عالم الفنون في نهاية الخمسينيات، ومن أبرز أعماله مسلسل رحيمه وستكومات أربيب والعوني. ساهم الفنان حماد عمور بعطاء وافر لأزيد من 70 سنة في مجالات التأليف المسرحي والإذاعي والتلفزي، وكذا في مجال التشخيص، سواء فوق الركح في المسارح أو أمام الكاميرات في الأعمال التلفزية والسينمائية، وفي إعداد البرامج الإذاعية من بينها برنامج عالم الفنون في نهاية الخمسينيات، علاوة على إغنائه رصيد الأغنية المغربية بمجموعة من المقطوعات التي تغنى بها العديد من الفنانين المغاربة، من بينهم الفنانان المعطي بن قاسم ومحمد الإدريسي. لقد كان عمور الفنان قيدوم المسرحيين، وكاتبا ومخرجا وسيناريست وإعلامي، انتظره المغاربة لساعات عبر الراديو لسماع صوته الممزوج بلكنة فريدة ومتميزة تعكس طفولة ومرحا كبيري لدى الرجل، وخاصة لمن عرفوه عن قرب وجلسوه، لقد كان طفلا كبيرا. لعب الفقيد حماد عمور دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية مثل كيدنسا في عام 1999، والمهمة في عام 2002، ونشط أيضا برنامج عالم الفنون لأكثر من 10 سنوات. ترجل عنا حماد عمور وفارق الحياة وفي قلبه شيء من حتى، خاصة أن الرجل في نهاية حياته الطويلة والمليئة بالعطاء والإبداع لم يجد في السنوات الأخيرة من حياته من يصغي لهوسه الفني وجذباته التي كان يطلق لها العنان، وأقدم قبل 3 سنوات من اليوم على إحراق مؤلفاته الفنية والتي تفوق 250 مؤلف، ما بين تمثيليات وروايات ومسلسلات وأفلام تلفزية وصيغ البرامج الإذاعية والتلفزية، احتجاجا كما صرح حينها لشوف تيفي أنه كان لديه عددا هائلا من المؤلفات الفنية أقدم على حرقها، لأن القائمين على الفن في المغرب لا يلتفتون لهذه الأعمال ولا يفسحون المجال لخروجها للوجود، متسائلا حينها عما سيكون مصيرها إذا لم تخرج إلى الوجود سوى حرقها، مؤكدا أنه ليس لدينا مؤسسات تهتم بهذه المؤلفات الفنية، وهو يستحضر هرما من أهرامات الفن المغربي الذي كان مآله النسيان، زميله وصديقه الطيب العلج، ليختار إحراق أعماله بيده وهو على قيد الحياة سنة 2018. فراق حماد عمور للحياة بعد معاناة شديدة مع المرض وحسرة على أعماله وإبداعاته التي أحرقها خوفا من الإهمال والنسيان، يطرح أكثر من علامة استفهام على مصير فنانين الكبار سنا وأداء وإبداعا، ويسائلنا جميعا
عن حفظ الذاكرة الجماعية لتراث هؤلاء الرواد العصاميين في التكوين والتأطير. وداعا حمد عمور، إن لله وإنا إليه راجعون.